الحديث اللي هو محصلة، يمكن ما بدنا نفوت بجلد ذات، بس محصلة تقاعس مسؤوليات منذ سنوات بل منذ عقود في موضوع تتقاذف به المناطق والوحدات الإدارية والوزارات والحكومات والطوائف والمذاهب والأحزاب، قضية النفايات، كأنه البلد مكون من نوعين من المواطنين، ناس بتكب وناس هي مكب. هذا الشيء صار بده معالجة جذرية، واليوم مع معالي الوزير ومع الزملاء النواب حاولنا نلاقي أخيرا خريطة الطريق تنطلع أولا من الأزمة الآنية اللي خطيرة جدا، واللي هي تراكم النفايات خصوصا في منطقة بيروت الكبرى وأقسام من جبل لبنان. واعتبرنا كلنا سوا وبكل مسؤولية وبدون أي اعتبارات سياسية أنه المشكلة ليست مشكلة حكم ومشكلة وزارة أو حكومة أو مشكلة محمد المشنوع، هي مشكلة وطن. والحلول اللي فكرنا فيها واللي هلأ لازم معالي الوزير وبسرعة فائقة يحولها إلى خريطة الطريق، لها مراحل. المراحل الآنية اللي هي رفع ما نشهد من نفايات متراكمة، ثم المراحل الثانية فض العقود في الالتزامات والمناقصات اللي أطلقها، ثم المرحلة الانتقالية 6 أشهر، ثم البحث جدا بجدية بموضوع المحارق اللي هو الحل النهائي ربما، بس المحارق بدها كمان يكون تعالجت النفايات قبل. وبالتالي إعطاء الآن الوحدات الإدارية اللي طالع عليها معظم المسؤولية ومعظم العبء حاليا اللي هي البلديات واتحادات البلديات، أعطاها أولا حقوقها متراكمة، وأيضا النظر في يعني تسهيل عمل استقبالها للنفايات، خصوصا نفايات بيروت الكبرى. ما فينا نكون كلنا ساكنين ببيروت أو منجي عليها كل يوم وبعدين نقول والله النفايات المرمية ببيروت ما حدا منا بيأخدها، هيدي مش مسموحة. في منطقة برفع لها برنيتي وبعتز فيها، هي منطقة الشحار، منطقة الناعمة، حملت 18 سنة هذا العبء، 18 سنة. فمثل ما حمل الشحار والناعمة، فينا نتوزع في كل لبنان مسؤوليات انه كل واحد بيعالج نفاياته وبيعالج او بيساهم بشيء من معالجة نفايات عاصمته. هذا هو الموضوع الأساسي اللي طرحناه اليوم. درسنا أرقام، درسنا مواعيد. أنا ما بدي أطلق مواعيد أنه 15 يوم المناقصة، 6 أشهر التنفيذ، بعدين بتكون المحارق قد وضعت أيضا قيد الالتزام. كل ذلك بتركه لمعالي الوزير اللي اليوم بده يواجه هلأ مع مجلس الإنماء والأعمار، مع دولة الرئيس تمام سلام، الخميس مع مجلس وزراء. أتمنى أن يتخطى شوي الألية، يبحث بالألية قد ما بده، بس صحة المواطن تفوق كل الاعتبارات الأخرى. الجلسات لجنة البيئة اعتبرناها جلسات مفتوحة حتى إشعار آخر، حتى نخفف من وطئة هالشي. نحن طبعا ما بناخد قرارات، احنا سلطة تشريعية وسلطة رقابة، ولكن رح نواكب الوزير والحكومة في جهد الكبير المطلوب منهم. شكرا. شكرا معالي الوزير رئيس لجنة البيئة النيابية على هذا الكلام الواضح. قبل الوصول إلى اجتماع لجنة البيئة النيابية، كنا في اجتماع سابق مع دولة الرئيس تمام سلام، الذي أيضا يشارك الجميع في هم هذه الأزمة وفي المعالجة أيضا من خلال كل الوسائل المتاحة. تفضل معالي الوزير بشرح
نقاط أساسية نحن نعتمد عليها الآن في الحل الآني للمشكلة. لا نستطيع أن نضع اليوم آراء بعيدة المدى واستراتيجيات بعيدة المدى، هناك حل ضروري اليوم ثم كيفية المتابعة مع هذا الحل لغاية الوصول إلى ما سميناه نحن بنظام معالجة النفايات الصلبة في لبنان، والخطة هي تقضي بأن يكون هذا النظام لا مركزي، أن يكون هناك مناطق خدمات، وأن تتولى شركات تفوز بهذه المناقصات التي جرت، والآن نحن في تحديد من ستكون الشركات الفائزة، أن تتولى كل هذه الأعمال. طبعا هناك نقطة اسمها بيروت وضحيتيها، هذه المنطقة لم تحصل على عروض من العارضين في المناقصتين اللي تموا بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية. هلأ رح نطلق نحن المرحلة الثالثة، مدتها كمرحلة هي 15 يوم، نتأمل نحن من بعدها نكون قادرين نفتح كل هذه العروض ونعلن كيف الأمور رح تتم في مناطق الجبل، إن كانت الشمالي أو كانت الجنوبي أو كانت منطقة بيروت أو كانت أي مناطق خدمات أخرى في الشمال والبقاع والجنوب. الشيء اللي ركزنا عليه باجتماع اليوم هو ما هو الدور اللي ممكن نلعبه جميعا على كل المستويات بمعالجة الأزمة اليوم. نحن اليوم عم نفترض أنه البلديات واتحاد البلديات هن الوحدة الإدارية الصغرى المسؤولة في المناطق، وهي من ضمن صلاحياتها ولا تحتاج إلى قانون جديد هي معالجة قضية النفايات والقيام بعملية تنظيم هذا الموضوع. اليوم شركة سوكلين اللي عم بتتابع بهالمرحلة، لأنه لا يجوز أن يكون هناك انقطاع بعملية لم النفايات أو معالجتها أو غيره، عم تعمل هذا العمل خارج إطار الاتفاق اللي معقود معها اللي انتهى ب 17 تموز، ولكن هذا الاستمرار ضروري أيضا لأنه هذا المرفق يجب أن لا يتوقف. النظافة ما فينا نقطع فيها ونقول هلأ مثل هلأ فينا نكمل وبعد فترة فينا نستأنف، لكن المشكل أنه الشيء اللي عم تقوم فيه سوكلين اللي عم يتجلى بالكنس واللم والنقل والمعالجة، عم يتكدس عندها بالمعامل، أصبح اليوم بحاجة لإيجاد مطمر. نحن كنا أعلننا من 3 أيام أو 4 أيام للناس جميعا أنه كل المناطق اللي فيها توفر فعلا مطمر أو مكب تقدر تشغله بهالمرحلة المؤقتة بتكون عم بتساعد كتير عملية اللم من مناطقها، لأنه في مكان ما إذا ما استطاعت هذه البلديات تأمن هالشي فرح يكون في اضطرار لوقف اللم منها، لأنه ما عم نلاقي محلات تانية. هذه نقطة كتير أساسية دعينا فيها كل البلديات، بلدية بيروت، اتحاد بلديات الضاحية، اتحاد بلديات المتن، اتحادات الأخرى اللي عم تشتغل في جبل لبنان، ودعينا بالمقابل كل البلديات والهيئات المشرفة على صراحة على مكبات وعلى مطامر أنه تساعد أيضا في حل هذه المشكلة، لأنه هذه المشكلة لا تستطيع أن تصبر، كل الناس بتطوف بالنفايات وهذه لا فيها طائفية ولا فيها مذهبية ولا فيها مناطقية، بتطوف على كل الناس. أهالي بيروت الكبرى بمفهومها اللي بنعرفه نحن من كل لبنان، وبالتالي بيسوى هذه المكبات والمطامر الموجودة تحمل هذا الجزء اللي هي كمان مسؤولة عنه، يعني كل شخص موجود بمنطقته لكن موجود هو بمنطقة بيروت الكبرى بيسوى نتشارك نحن بهذا الواقع. هون نحن عم نتوجه صدقا للإعلام أولا، عم نتوجه للإعلام أولا لأنه نحن هون ما في سبق صحفي، الإعلام مسؤول مش على إظهار النفايات بحجمها الكبير، على إظهار المحاولات الجدية اللي هي بارقة أمل أساسية عند كل المناطق، كيف عم بيحاولوا يخففوا منها، كيف البلديات نجحت بإيجاد مطمر أو لقت مكب تقدر تخفف منه، أو خبرت الناس أنه خففوا من نفاياتكم المنزلية من خلال الفرز من المصدر ووصلوا هالأمور بحيث أنه تكون فقط نفايات عضوية أي نفايات منزلية ممكن التعاطي معها. نحن بهمنا اليوم نرجع نأكد لكل البلديات أنه عندنا رغبة كاملة بالتعاون معها، سوكلين مستعدة تأخذ من أي منطقة قادرة تأمن هي لحالة هذا المطمر أو المكب اللي بدها توضع فيه النفايات بعد معالجتها. صحيح حيكون سؤال أنه عم نكتر نحن من هذه المكبات، بس كلنا عم ننسى أنه في 760 مكب موجودين بكل لبنان،
على باب كل ضيعة في مكب، يا بيرموا فيه ردميات وحجمه أكبر من ملعب فوتبول، أو في منهم مساحاتهم بآلاف الأمتار. نحن لازم فعلا نشوف كيف نعمل كنترول على هذه المكبات، وهذا الطلب للبلديات، كيف هي تقدر تأكد أنه هالأشياء اللي عم تنعمل هناك فيها نوع من الاعتناء الجانب الصحي والبيئي فيها، لحتى نقدر نتابع سوا. أزمة فينا نحملها لمين ما كان إذا بدنا بالمطلق، ونقدر نقول التقصير ببلش من وزير البيئة اللي هو عم بيكلف نفسه بهذا الموضوع فقط، لأنه هذه المسؤولية تعود لمجلس الوزراء وتعود لجميع الوزارات وجميع أعضاء اللجنة المكلفة بهذا الموضوع، إلى جانب كل القوى السياسية اللي ساهمت في تأخير هذا الموضوع حتى اليوم. نحن لو أجرينا كل ما طالبنا به من 8 شهور كنا نحن اليوم بألف حال، وممكن كنا ماشيين وعم ننفذ الخطط. اليوم عم نحاول نحن فعلا نسترجع هذه القضية ونحاول نلاقي لها حل آني من خلال مساهمة البلديات معنا، وحل مرحلي اللي بدنا نسميه نحن، اللي هي فترة إعداد الشركات للقيام بالمهام اللي بدها تقوم فيها وفق المناقصات إذا كانت هي أخدتها. البلد بصراحة في مواطن وفي إنسان عم يرمي. المواطن في له دور ما لازم ينساه، الNGOs في له دور، المجتمع المدني له دور، البلديات هي أساس، ونحن بنعرف ضغوط المجتمع البلدي المدني على البلديات كبيرة، بيقدروا حققوا كتير تخفيف من كميات النفايات. بدنا نتعاون. الشوارع اليوم يمكن إذا بتلاحظوا مطلوسة بالكلس، هذا لمنع أي أمراض أو أي قوارض أو أي شيء يكون موجود، بس نحن ما بدنا إياهم، بدهم ينشالوا. فهون نحن عم نساعد بعض أنه نلاقي بهال المكبات والمطامر أي محل بيأخذ 10-15-20-30% حسب طاقته. نحن ما عم نغرق مثلا، عطوا مثل على حبالين أو على غيره من المناطق، نحن ما عم نغرق هذه المناطق، نحن منقول قديش بيقدر يأخذ من حصة نحن نشتغل معهم. بدنا هذه المبادرة تأتي أيضا من هذه البلديات اللي عندها مطامر، هي تقول أنا مستعد أخذ هالشي. أنا برأيي هذا الدور الوطني اللي نحن فينا نشتغل فيه. أما إذا بدنا نوقف قدام هالشي ونقول والله المسؤولية على فلان أو على علان أو على الحكومة أو على التهاون أو على السياسيين أو القوى السياسية، هذا ما بيعالج بصراحة، ما بيعالج. هذا بيكون نوع من الندب، لكن بنبقى بمحلنا وسط هالنفايات. هذا أملنا، أملنا من الإعلام، أملنا من هيئات المجتمع المدني، أملنا من البلديات، أملنا كذلك من القوى السياسية في كل المناطق. الوزير اليوم عمليا شو بتقول للمواطنين يلي الشوارع طافت بالنفايات من حوالي يومين او ثلاثه؟ أنت رح تنشال هذه النفايات وكيف؟ رح أكون واضح كتير. نحن لما طلبنا من سوكلين أنه تتابع هالمهمة على أساس هذا مرفق لا يتوقف، سوكلين عم تعمل الكنس اللي كانت عم تعمله كاملا، وعم تاخذهم على معامل المعالجة، وعم تحاول تستف عندها جنب مناطق المعالجة ما تستطيع. اليوم بعد 4 أيام إذا عم تاخذ أنت 3-4 آلاف طن يوميا، يعني عندك 12 ألف طن، ما بقى يقدروا يحملوهم حول المعامل، وبالتالي توقفت، يعني ما عادت تقدر لا تدخل. بل نحن هون أنا واضح بكلامي، أنا عم أقول نحن بدنا نفتش على أماكن لطمر هذه النفايات بعد توليفها مثل ما هو حاصل، أو وضعها بالمكبات القائمة بالمناطق. يعني عم بعطي أمثلة، في كتير مكبات عم تاخد مئات الأطنان كل يوم، إذا أخذت 100 أو 2 تانيين ما هي المشكلة. فإذا حولنا هذا الموضوع عم نفكر مثلا أنه طب كيف بدك تأمن أنت اليوم إذا أخذنا مثلا مناطق الأقضية، إذا أخذنا الشوف وعليه ومتن وكسروين، وقالوا والله حيقدروا يأمنوا عندهم بشكل من الأشكال لأنه عندهم أراضي. بيروت الكبرى بمعنى بيروت مع الضاحيتين ما عندها ولا متر تقدر تاخده، فبالتالي بدها تلاقي محل لحتى تحط هذه النفايات المعالجة. هذا الشيء اللي عم نشتغل فيه. كلفنا وطلبنا من رئيس بلدية بيروت دكتور بلال حمد، طلبنا من رئيس اتحاد بلديات الضاحية أبو سعيد الخنسة، طلبنا من اتحادات البلديات أيضا بالمتن، كلهم بهالمتابعات لحتى نتعاون كلنا سوا. يعني هيدي مش مشكلة إذا حليتها بمحل ما بتكون مستمرة بمحل تاني، بدنا الكل يتعاونوا فيها. مع الوزير بالأمس هناك بلديات بلشت تشتغل، وفي بلديات ما عم تعمل شيء على الأرض، يعني شو عم تعملوا على البلديات يلي عم تتقاعس عن هيدي؟ بنبطل نلم، ما في عندك حل. طيب معالي الوزير، في
بلديات ما عندها محلات لتطمر، ومن هلا عم تقول نحن اليوم عملنا شدة لتتعود. ما بعرف مين هي هالبلديات، بس انا بقدر اقول لك معلش، ما في بلديه بالمناطق موجوده في ما فيها تقول انه انا ما عندي محل اطمر. عندهم مكبات، عم اقول 760 مكب انا موجودين هول، ما فينا ننكرهم. يعني اذا الضيعه الموجوده عندنا اللي عم نحكي 293 ضيعه اللي عم تخدمهم سكلين قادرين يلاقوا، اكيد قادرين يلاقوا. كل بلديه فيها تلاقي، وكل محل الموجود بيقدر يستوعب جزء من القصه. يا عمي ما هو كلمة رفض ما مش هي المطلوبة، كلمة تعاون هي المطلوبة. الرفض ليه؟ ما تعاونوا الزبالة على الطريق من هلا لوقتها. أنا إذا بتسمع تفضل تفضل معي. أنا بظن إنه المواطن في إطار كل بلدية وكل بلدي وكل قضاء له دور أساسي بالضغط على بلديته. أولا ما ينقطع، ما تنقطع خدمة سكلين باللم والكنس والجمع وهيدا ونقلة، وهي تأمن إذا عندها مشاعات، إذا ما عندها مشاعات تستأجر. بس ما في شك المشكلة الكبيرة هي عدم ثقة الرأي العام والمواطن بكل الخطط اللي انوضعت. اليوم في خريطة الطريق بحثناها مع الوزير، بس هيدي خريطة الطريق ما بدي حط أنا معيد، بس في 15 يوم تيقدر يفض العروض المالية، بعد منها في 6 أشهر لحتى الشركات تاخذ هي عن عاتق سكلين ما كانت سكلين تقوم به، مع توزيع المطامر ومع المعالجة بكل المناطق. بهالوقت هيدا في شغل تعاون بده يصير، ويمكن بتكون فترة رب ضارة نافعة، يرجع المواطن للفرز، ترجع البلدية تفرض بكل بناية أو بكل شقة يكون في كمان أدوات فرز، تفرض على شركات، أنت هيدا معالي الوزير، شركات اللي عم بتلم أنواع النفايات حسب ما تكون مفروزة، بحيث أنه ندخل إلى نمط جديد من تعاطي اللبناني مع قصة النفايات. بدأ وقت، بهالوقت مطلوب تعاون المناطق كلها ضمن قدراتها، مش غصب عنا، مش فوق طاقتها، ولازم كلها تنظر إلى بيروت، أنه بيروت جزء منا نحن كلنا. يعني بيروت وضاحيتها الشمالية والجنوبية هني جزء من هالوطن، ما في عندهم مشاعات، ما في عندهم حط فوق البنايات، بدنا ننظر إلى بيروت هيك. وأنا عم بحكي بدون عقدي، لأنه أنا جاي من منطقة الشوف والشوفين وعلي والشوف، حملة 18 سنة هالعبء، 18 سنة بالآخر طفح الكيل. عم نقول انطروا 6 أشهر توزعوا المهام، مش بكب واحد، توزعوها وحملوا بعضكم تنحموا لبنان ونطلعوا من هالأزمة الخانقة. معالي الوزير، 6 أشهر كان قرر يقفل المطمر الناعم، طيب خلال 6 أشهر كوزارة بيئة وكحكومة شو الحل اللي وصلتوه؟ اللي عملناه نحن أطلقنا المناقصات، وصلنا لنتائج بخمس مناطق من أصل 6. هيدا برأيي إنجاز، هيدا 18 سنة ما صار، هيدا إنجاز بصراحة، رغم التأخير السياسي اللي صاب كل هالفترة واللي أخرنا 9 أشهر أو حتى 11 شهر إذا واحد بدي يحسبه بدقة. نحن عم نفترض اليوم أنه في مرحلة بدها تمر قبل ما هذه المشاريع، بس بده يكون عنده ثقة المواطن أنه المناقصات ستنتج شركات عم تخدم بهذه المناطق وعم تنفذ تنفيذ بيئي صحيح. ما فينا نحن اليوم نتكل فقط أنه والله بدنا نكب المكبات، البلديات بدها تعمل كنترول على المكبات اللي بتضيع، حتى نعرف نحن انه اللي عم نحطهم هن نفايات معالجه وليست عمليات ردم وخلط وكل الامور، ونبلش بالحرايق على ابو جنب، ونحن على موسم هلا صيف وبتخوف كثير الحرايق. انا عم حذر من هذه الجوانب. هل مساله النفايات ومشكله النفايات عبر المكبات ليس المطامر وعبر المحارق؟ ونحن بنعرف انه بيئيا المحارق بعد معلش المحارق خلينا نتفق انه المحارق هو قرار اخذ من 2010، وهيدا في شركة رامبول عم تعمل المرحلة الثانية المكلفة فيها اللي هي انتاج دفتر الشروط الخاص بالمحارق، وهذا سيعرض على مجلس الوزراء، وفيما بعد رح يكون في له عملية تلزيم. هيدي بتاخد 4-5 سنين، بس انا بهال4-5 سنين ما بقدر انطر، انا بدي امن نظام يخدم المناطق ويقدر يامن التمر الصحي.
انتبه نحن المكب المكب انت منك شايفه بيئي وعندك 760 مكب ما عم تعالجهم. انا بدي اعمل كنترول على هذه المكبات واقدر على الاقل امن ما هني موجودين كيف بدي سكرهم، امن على الاقل انا فيهم ما يسمى بالمعالجات البيئيه الضروريه لحتى نوصل فيها للمرحله اللي بتبلش التطبيق الفعلي. يعني اعطيك مثل تقدر تشوفه بصراحه، منطقه شمال جبل لبنان او جنوب جبل لبنان، هولي مناطق صار في مناقصات حولهم، سيتم اختيار الشركات اللي بدها تفوز بهالموضوع بهالاسابيع المقبله. عمليا بدهم هن 6 أشهر تيبلشوا، بس وقت اللي بده يبلشوا ما راح يكبوا مكبات، هو اللي بده يحطوا بمطامر صحيه وبده ينشوا RDF وبده يعملوا كومبوست يعني التسبيخ، وبدهم يعملوا كل الفرز الضروري لاستخراج المواد القابله للتدوير. هيدا الشيء، وانا برايي هيدا عمل جدي وصل لمرحله ان صدقوا البعض او كذبوا البعض هيدا واصلين له. يعني وصلنا بالمرحله الاخيره، ما بقى فيك تقول ما في مناقصه، صارت مناقصه، ما فيك تقول ما نزل حدا، لا نزل الناس، وبالتالي بده يتم الاختيار. انا برايي هيدا لازم يخلي اللبنانيين يشوفوا المرحله المقبله اسهل، وبدنا نتعاون تنعبر المرحله المؤقته. لا نحن ما عم نطرح حرق هلا النفايات بقلب البلدان وبالصيف وبهذا الواقع، بدنا كتير ننتبه، هذا موضوع بنعمل بكتير كنترول. ان شاء الله تعقدوا مجلس وزراء، وان شاء الله مجلس الوزراء بيكون كمان جنبنا مثل اللجنه النيابيه. انا بدي اشكر الاعلام وبتامل مشاهدينا تعاون. استمعنا الى وزير البيئه محمد مشنوق والنائب مروان حميدي فيما يخص ازمه النفايات، حيث شدد الطرفان على ضروره تعاون البلديات والمواطنين والاعلام مع لجنه البيئه ووزاره البيئه على امل ان تحل مشكله نفايات في وقت قريب وإيجاد حل لهذه الأزمة التي تغطي طرقات لبنان تقريبا. مشاهدينا ابقوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل، طبعا سنكون برسائل مباشرة إن كان من مجلس النواب أو من على الطرقات خلال نشرة الثانية. ابقوا معنا.